السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موقع بلانرجي ده موقع بينظم لك موضوع البيم تشمبلين وبينظم لك الشغل بتاعك في البيم. طيب على سبيل المثال هبدأ أقول له نيو بروجكت، فبيقول لي اكتب اسم البروجكت، بقول له اكس واي زد مثلا، بقول له سيف، فبيقول لي انت عايز تشترك بأني اشتراك، فأقول له أنا عايز نسخة مجانية. فبيطلب مني بقى ان انا ارفع صورة للمشروع، فببدأ اشوف اي صورة للمشروع عندي على الجهاز. وليكن مثلا في الايمج، وليكن مثلا الصورة ديت. وبعد كده بيقول لي مثلا دخل معلومات البروجكت تايب اوفيس مثلا، العنوان، الديسكريبشن، اللغة، اللو دي ستاندرد، بتشتغل بالLO دي يو كي 2345 ولا باليو اس اي 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 ولا باليو اس بيم فورم، وده الاشهر، وهكذا. تقدر تختار اي سيستم اللي انت بتشتغل بيه، مواعيد العمل، يعني الايام من يوم ايه ليوم ايه، الساعات بتاعت الشغل، طبعا احنا من 6 لـ6 ومكملين. طيب وبعد كده هنا الكويك لينك، فابتدي تقول له بقى ايه، هدخل مثلا لينك معين مثلا من الموقع بلانري، هدخل من جوجل درايف، فبيبدأ يفتح جوجل درايف بحيث ان انا احط اللينكات، هدخل مثلا زوم بحيث لو احنا عايزين نتواصل مع بعض، هدخل حاجة خاصة بالشير بوينت، بالدروب بوكس، بالبلان جريد، مايكروسوفت تيم، بنتراك، ريفيت، اركيكات، فيكتور وورد، كل الحاجات دي تقدر تدخل اللينكات بتاعتك. وكل الحاجات دي هتلاقيها على موقع بيم اريبيا بالتفصيل ايه هي الحاجات دي وازاي تشتغل بيها. بعد كده هقول له هضيف بقى الناس الموجودين، يعني دلوقتي في عمر سنتين، طبعا انا عايز اضيف واحد كمان، الاسم ايه، الوظيفة بتاعته ايه، ده اللي اخترت على ايه، وهيبقى اللون بتاعه اني لون، وهكذا. دول الناس اللي هو يبقى معانا في قلب الفريق. طبعا ما فيش مشروع بيشتغل واحد لوحده، فبتضيف الناس اللي هتبقى موجودة معانا، والبرميشن بتاعه ايه، هو هل هو فيور ولا اديتور ولا ماشي. بعد كده تبدأ تدخل في الحاجات اللي بعد كده، البلان، السكوب، السكادول، التراك، الفيو، دي هتشوفها ان شاء الله كلهم مع بعض على موقع بيم اريبيا.